الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبارية منفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكبيسي وسؤدى الطارق. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. من الخلاني: الحكيم يدعو القوى السياسية لتجاوز التقاطعات وفتح صفحة جديدة ويحذر من الفتنة. وفد الإطار يقص شريط تفاهمات تشكيل الحكومة ويخاطب الكرد، وحدوا الموقف بشأن رئيس الجمهورية. تظاهرات السبت ترفع درجات التأهب لسرايا السلام، وعمليات بغداد تستنفر في الخضراء تحسبا لأي طارئ. صرخة إنسانية من ديالى، أطفال مرض الصرع يشكون واقعا يدمي القلب بسبب انعدام العلاجات. يستقلون الدراجات ويتنقلون فرادى، عصابات سرقة الحقائب والهواتف تستفحل بالبصرة، والأمن يتوعد. البداية من التطورات السياسية، حيث دعا زعيم تيار الحكم عمار الحكيم جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحساسيات والتقاطعات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول بروحية تليق بالعراق ومكانته. أدعو جميع القوى الوطنية والخيرة إلى تجاوز الحساسيات والتقاطعات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول بروحية تليق بالعراق ومكانته، وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة والعمل الوطني المشترك كلاً من موقعه، والتشارك الفعال في صنع القرارات الاستراتيجية العليا. ولن نقف مكتوف الأيدي أمام محاولات البغضاء وأصوات الفتن وزج شبابنا في الصراعات والفوضى، فالوحدة العراقية خط أحمر ولن نتهاون في ذلك. كما دعا الحكيم إلى تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن إنهاء حالات الانسداد السياسي بحكمة وإيثار. مواجهة الانسداد السياسي بحكمة وإيثار. أذكر نفسي والجميع بأن التاريخ شاهد لا يرحم، وأن مواقف الشهامة تأتي من الإيثار والتضحية. لنتفق على النجاح ولنتشارك في الإنجاز، ونتسابق على تقديم أفضل الأفكار والرؤى، لنكون شركاء حقيقيين في بناء الوطن لا في بناء المصالح الضيقة. فعقلية الاحتكار والاستئثار والتفرد والتنمر لا يمكن أن توصلنا إلى شيء، لا يمكن أن توصلنا إلى شيء سوى الفراغ والفوضى والفشل. وكان رئيس تيار الحكم عمار الحكيم قد أكد أن قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، رغم اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر البرلمان أمس الأول رفضا لترشيحه. وأضاف الحكيم خلال لقاء تلفزيوني أن التيار الصدري قد يعترض على أي مرشح آخر إن تم تغيير السوداني، وانتقد الحكيم طريقة تعامل قوات الأمن الحكومية مع تظاهرات أنصار التيار الصدري والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء. في تلك الأثناء جدد الإطار التنسيقي دعوته للأحزاب الكردية من أجل الإسراع في الاتفاق على تسمية مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن أن لجنته التفاوضية ستشرع بمفاوضات
مع الأطراف السياسية الأخرى بغية تقوية الحكومة المقبلة. وأكد الإطار في بيان رغبته في أن تكون جميع القوى الوطنية منسجمة في الموقف إزاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. كما أشار إلى أن الفريق التفاوضي الذي شكله الإطار سيشرع في حواراته مع الأطراف السياسية والأطراف الأخرى بهدف الوصول إلى تفاهمات داخلية تسهم في زيادة قوة الحكومة المقبلة ويجعلها قادرة على أداء مهامها الخدمية بشكل أفضل. كما أعلن الإطار التنسيقي تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوفد بدأ جولاته الحوارية. وضم الفريق التفاوضي الذي شكله الإطار التنسيقي للتباحث مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إضافة إلى أحمد الأسدي وعبد السعد الفريجي. أما الآن ينضم إلينا من بغداد العاصمة مراسلنا من هناك علي عبد الكريم. أهلا بك علي، ما الأجواء في بغداد في هذه اللحظات؟ أهلا بك جميلتي وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. الآن أنا أقف في ساحة التحرير حيث إجراءات أمنية مشددة تشهدها هذه الساحة والساحات القريبة منها، فضلا عن قطع عدد من الطرق الرئيسية وأيضا الجسور التي تربط جانبي الكرخ بجانب الرصاف، وأيضا كما تشاهدين الآن من حولي عدد من المحتجين وهم مستعدين لاحتجاجات يوم غد، حيث من المتوقع أن تكون هذه الاحتجاجات هي احتجاجات كبيرة، وأيضا البعض هنا يلوح بالدخول إلى المنطقة الخضراء مرة ثانية. فضلا عن ذلك يعني الكل يتابع المشهد السياسي المتقلب، حيث الكثير من الأجواء تدور في المشهد السياسي، انعكاسات واضحة للمشهد السياسي أيضا على الشارع العراقي. للحديث أكثر سنتحدث مع المحتجين المتواجدين الآن معنا داخل ساحة التحرير، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم عن وجودكم وأيضا شنو الشيء اللي تريدوه، ما هي أبرز مطالبكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم أبناء العراق الغيارة والثائرين والرافضين للفساد بكل أشكاله سنة وشيعة وعرب وأكراد، جئنا هذا اليوم للاستعداد اليوم غد للصيحة التي أطلقها العراقيون الأماجد الأبطال الذين يرفضون التدخل الأجنبي الداخلي والخارجي والعمالة والخيانة من أجل تحقيق حكومة عراقية وطنية شريفة لا شرقية ولا غربية، يكون رئيس وزرائها أبوي يتحمل الصعاب ويقف بوجه الظالمين والفاسدين ويفرض هيبة الدولة وسيادتها ولا يسمح بالتدخل الإقليمي ولا بالتدخل الخارجي. وهذه الوقفة بعد أن دخلنا يوم الأربعاء لكي نعطي لهم فرصة عسى ولعل أن يرعوا عن غيهم ويرجعوا إلى رشدهم ويحققوا مطالب الشعب، لأن الشعب العراقي هو السلطة العليا، ولا سلطة فوق سلطته ولا قول فوق قوله. هناك سؤال، أنتوا يعني التيار الصدري انسحب من الحكومة، شنو البديل؟ يعني انتم الاطار التنسيقي يقول لك اعطينا فرصه حتى تكون عندنا، اعطينا فرصه خلي اشكل حكومه بعدها اعترض. سؤال جيد. اول شيء انسحابنا من العمليه السياسيه دلاله على الرفض، لان الامام الحسين عندما عرضت عليه الخلافه وعرضت عليه ان يكون اميرا عند يزيد بن معاويه قال يا وليد ان مثلي لا يبايع مثله، ان العيش مع الظالمين برمى. السيد القائد بعد ان اعطى 40 يوما للاطار ان يشكلوا ولم يشكلوا حكومه وطنيه، وكذلك للمستقلين اعطاهم 15 يوما ثم بعد ذلك اعطى 30 يوما ولم يفلحوا. لذلك سماحه السيد القائد ما كان له الا ان يخرج من تلك العملية الفاسدة ولا تكون حكومة عطار. البديل أنه كان وقف مع الشعب العراقي وقال البديل اليوم نعم انتخابات نعم مبكرة، تيار الصدر هو يشكل الحكومة. الآن الكلام القول الفصل إلى الشعب العراقي، الحكومة الآن الانتخابات في ظل وجود هؤلاء الفاسدين ستكون مزورة وستكون مسيطر عليها. لو تم انتخاب أي رئيس موجود فهو سيكون مخالف لذوق الشعب، لأن المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف قالت المجرد
يجرب لا يجرب. الإطار برمته والفاسدون يعني ما يمثل الجانب الشيعي الإطار التنسيقي الذي هم تابعون لإيران نقول لهم مرفوضين جملة وتفصيلا. أي واحد منكم يريد أن يرشح منه أو يريد أن يأتي بشخصية وهي تابعة لكم مرفوضين جملة وتفصيلا. شنو خطواتكم يوم غد؟ الخطوات يوم غد سنقف وقفة نرفض بها فيها الجلسة المزمع عقدها يوم غد أو قد تؤجل بسبب هذا هذه الوقفة الاستنكارية. نقول لهم سنقف يوم غد، إن أجلتموها سنبقى من هذا اليوم من يوم غد إلى الأربعين حتى تجلسوا في جلسة شريفة وطنية عراقية وتنتخبوا رئيس وزراء عراقي لا شرقي ولا غربي. عندها نقول لكم نعم، وأما إذا انتخبتم رئيس فاسد ستكون لنا خطوات كبيرة ستتفاجؤون بها، ودخول الخضراء أصبح كالدبليو سي يدخلها أي إنسان وفي أي لحظة. شكرا شيخ. يعني أيضا ننوه أنه الآراء هنا هي محترمة، بالتالي تمثل رأي المحتجين المتواجدين لا تمثل رأي القناة. يعني هذه هي الأجواء الآن بساحة التحرير. يعني أيضا المواطنين هنا يتحدثون، البعض من المواطنين حدثونا قبل قليل عن ضرورة أن تكون هناك تغيير جذري للنظام الحالي بعد أكثر من 18 عام من الفساد. نتحدث أيضا أكثر مع المواطنين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم على أبرز مطالبكم وجودكم. مطالبنا نفس مطالب الشعب. الشعب ما يريد هاي الفاسدين، احنا نريد رئيس الوزراء القادم من ابناء الشعب، يخاف على الشعب، يعين هاي العالم. العالم قتلها جوع، لا غذائيه، كل شيء ماكو. وشكرا سيدنا. يعني اليوم اذا كل رئيس وزراء رشح الاطار رفضتوه، شلون شنو البديل؟ هم يامهم تشكيل الحكومه، يامهم اختيار رئيس الوزراء. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، موفقين يا رب لكل خير. قناة الفلوجة الطيبة، أخوتنا الأفاضل الأكارم، أحييكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، توفيق وسداد لكم. طبعا آية قرآنية أعطيها هم دول الفاسدين الجاثمين على أرض العراق 19 سنة. الآية القرآنية تقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ماذا جن الشعب العراقي؟ 40 مليون من الشعب العراقي من الثكالى والأيتام والفقراء. أمير المؤمنين الذين يقتدون به، أمير المؤمنين الذين يقتدون به ويقولون هم شيعة، كان خاصف النعل، كان يأكل الماء والخبز اليابس والملح. أهم يقتدون بأمير المؤمنين؟ فهم براء منهم، محمد وعلي وآل بيت الرحمة. البديل، البديل شخص ولي من أولياء الله يرضى عليه الشعب عامة، لا محاصصاتي، لا تابع لدول الجوار، ممنوع من الذيول نهائيا كل حكومة يشكلوها. الشعب العراقي رفضهم قبل سنين عديدة، قبل سنين مرفوضين أينما ثقفوا. أصبحت الرسالة واضحة علي. ممكن أولياء الله كثير، الشعب العراقي جله من الناس. نعم. الأولياء الله يحفظكم إن شاء الله موفقين. نعم يعني مشاهدين الكرام شاهدتوا هذه واضحة المحتجين علي. هنا وهذا أيضا ما يدور. نعم نكتفي بذلك بالتأكيد، وسنكون معك بالتأكيد علي عبد الكريم أولا بأول من هناك من بغداد العاصمة من ساحة التحرير لنقل مستجداتها. مراسلنا من بغداد العاصمة علي عبد الكريم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. عقدت قيادة عمليات بغداد اجتماعا أمنيا موسعا لمناقشة خطة تأمين الحماية اللازمة للتظاهرات المزمع انطلاقها يوم غد السبت في مناطق محيطة بالمنطقة الخضراء. جاء ذلك خلال مؤتمر أمني موسع برئاسة قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، وحضره قادة المقار المتقدمة في جانبي الكرخ والرصافة وقادة الفرق ومديرو الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع مسؤولية القيادة. هذا وطوقت قوات الأمن العراقية محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين من جميع مداخلها، وذلك بالتزامن مع كشف مصدر مطلع عن دخول سرايا السلام حالة الإنذار القصوى في بغداد والمحافظات. وحضر المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي وأحد مساعدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عون النبي في ساحة التحرير. قيل إنها تأتي استعدادا لتظاهرة مقررة غدا السبت في حال عقدت جلسة مجلس النواب للتصويت على مرشح رئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني. وكشف المصدر المطلع عن استعداد جمهور التيار الصدري لاعتصام مفتوح أمام البرلمان.
إذن التيار الصدري يستعد لاعتصام مفتوح لمنع جلسة البرلمان المزمع عقدها لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني بمهام تشكيل الحكومة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. ذلك المشهد لطالما اعتادت عليه العاصمة بغداد، ولطالما كان له دور كبير في قلب المعادلة السياسية. حشود متواصلة مع اختلاف الأدوار والأهداف، فتارة لتشكيل حكومة وأخرى لمنع ذلك خوفا من تكرار التجارب السابقة. القوات الأمنية تطوق الخضراء بالتزامن مع دعوات الصدريين للتظاهر يوم غد السبت لمنع جلسة البرلمان المزمع عقدها لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني بمهام تشكيل الحكومة. ذلك الأمر دعا سرايا السلام لإعلان حالة الإنذار القصوى في بغداد والمحافظات، فضلا عن تواجد قيادات من التيار الصدري في ساحة التحرير، جميعهم يلوحون لاعتصام مفتوح أمام البرلمان، سيما وأن أهداف ذلك الاعتصام تلائم تطلعات بعض قوات شيرين. بالمقابل دعت أطراف تابعة للإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات واسعة تدعم مرشح الإطار محمد الشيع السوداني لرئاسة مجلس الوزراء. وبين هذا وذاك أصوات تدعو إلى التهدئة والابتعاد عن التشنجات تنهي الانسداد السياسي المستمر منذ انتخابات تشرين 2021. أما الآن ينضم إلينا عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني عباس غدير. أهلا بكم أستاذ عباس، ما الرسالة التي تضمنتها كلمة السيد الحكيم اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية تحية لك ولمشاهدي قناة فلوجة. يعني واقع بكم. اليوم رسالة سماحة السيد الحكيم جاءت في الواحد من محرم، وهي برنامج عادة ما كان تيار الحكمة يحيي هذا اليوم استعدادا لشهر محرم الحرام. نعم، وكانت هذه فرصة لسماحة السيد الحكيم أن يطلق مجموعة من الرسائل إلى الكتل السياسية وإلى الداخل السياسي وحتى الخارج السياسي، وكان سماحة السيد الحكيم رسالته واضحة وجاءت تأكيدها على كل الرسائل التي ذكرها في السابق. يعني رسل سماحة السيد الحكيم في هذه النقطة بالتحديد أستاذ عباس، في هذه النقطة بالتحديد يعني لم تتضمن موقفا جديدا، إنما هي نفس متبنيات تيار الحكمة الوطني يعني السابقة. ما الجديد؟ هذا السؤال الذي يطرح، خاصة أنك ذكرت بأنه وجهها للقوى السياسية في الداخل وأيضا إلى قوى الخارج. يعني الرسالة التي طرحها اليوم سماحة الحكيم أكد على يعني مجموعة من المعطيات. الأول رسالة إلى البيت الكردي وطلب من الأكراد بالضرورة الانتهاء من اختيار رئيس الجمهورية أو الذهاب إلى رئاسة البرلمان لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية. أكد سماحة السيد الحكيم على أن حكومة الإطار بالقيادة الشابة الجديدة المتمثلة بمحمد الشيع السوداني يجب أن تحظى بالدعم، ويجب على هذه الحكومة أن تنجح، خاصة وأن كل الظروف ملائمة لنجاح هذه الحكومة وقادرة على أن تنجح. سماحة السيد الحكيم يعني بعث برسالة للخارج وقال في نص العبارة أن الاعتداء الذي حصل في مصايف دهوك وهذه الاعتداءات يجب أن لا يسكت عليها، ويجب أن لا تنسى. كل هذه الأمور ورسائل أخرى يعني رسل سماحة السيد الحكيم للكتل السياسية ولأبناء الشعب العراقي، طلب بالابتعاد عن الفتنة والابتعاد عن أو على الأقل تقدير نسيان الماضي والتعامل بأريحية وفتح صفحة جديدة بين الكتل السياسية لبناء هذه الحكومة لتخليص أبناء الشعب العراقي من المشاكل التي يعاني منها. نعم، يعني هل تضمنت أيضا رسالة للتيار الصدري وأنصار التيار الصدري أستاذ عباس؟ يعني تعرفين اليوم التيار الصدري هم جزء من المكون العراقي وجزء من المكون الشيعي بشكل عام، وبالتالي هم يعني رقم موجود بالعملية السياسية. وسماحة السيد الحكيم كان يحرص وكان الإطار يحرص لأبناء التيار الصدري هم شركاء بالعملية السياسية، وإذا ما كانت هناك رغبة للتيار الصدري بالتغيير أو بالمشاركة يجب أن تكون هذه التغيير من خلال الحوار ومن خلال التفاوض والتفاهم مع باقي الكتل السياسية. نعم، إذن موقف تيار الحكمة لن يخرج عن إجماع الإطار التنسيقي في دعم مرشح رئاسة الوزراء السيد السوداني، ويعني هل تحسبتم بالتالي لموقف التيار الصدري يعني المعارض لذلك الترشيح أو ربما لأي ترشيح يصدر من الإطار التنسيقي حتى الساعة؟
يعني لا يوجد ترشيح لدى الإطار التنسيقي غير السيد محمد شياع السوداني، وهذا ما أكد عليه سماحة الحاكم يوم أمس بلقائه بأحد القنوات الفضائية، وأكده اليوم في هذا التجمع المهيب. مرشح الإطار التنسيقي هو محمد شياع السوداني، والإطار التنسيقي ماضي بهذا الترشيح، ويوم أمس قد شكل لجنة التفاوضية الرسمية التي انبقذت من الإطار التنسيقي، والتي ستنطلق من اليوم بالتفاوض والتحاور مع باقي الكتل السياسية على إيجاد يعني توافق نهائي على هذه الحكومة التي ستكون بالتأكيد بقيادة محمد شياع السوداني. فبالتالي قضية يعني تغيير محمد شياع السوداني غير مطروح على الواقع الحال، هو مرشح الإطار وهو الذي سيمضي بتشكيل الحكومة. طيب طبيعة عمل هذه اللجنة التفاوضية، من يعني تشمل هذه اللجنة التفاوضية، إلى أين وصلت؟ نتحدث عن سقف زمني أيضا وضعته اللجنة التفاوضية لمفاوضاتها. يعني الإطار التنسيقي وضع هذه اللجنة التفاوضية، مهمة هذه اللجنة هو التفاوض مع الكتل السياسية، وهي مكونة تقريبا من 5 أشخاص، من السيد هادي العامل ونور المالك وأحمد الأسدي وفالح الفياض وعبد الفريجي. فبالتالي هي هذه اللجان التي ستتفاوض مع الكتل السياسية التي لديها رغبة بالمشاركة بالحكومة العراقية. فبالتالي الآن لدينا رئيس وزراء مكلف ولجنة تفاوضية، يعني الأمر الآن يعني لا ننتظر سوى أن يتفق الأكراد فيما بينهم. ورسالة سماحة السيد الحكيم التي أطلقها إلى البيت الكردي الذي دعا من خلال هذا التجمع اليوم إلى الإسراع بالاتفاق على اسم رئيس الجمهورية أو الذهاب إلى البرلمان العراقي بمرشحا. فبالتالي هذه رسالة بأن الإطار التنسيقي لن ينتظر طويلا ولن ينتظر المباحثات التي تجري خلف الكواليس. عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني الأستاذ عباس غدير، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا. الأخبار مستمرة. بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإكمال السبل القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وشدد الجانبان خلال اجتماع عقد في منزل الرئيس الراحل جلال الطالباني على توحيد الجهود والتفاهم والتوافق وفقا لمبدأ الشراكة الحقيقية لتشكيل حكومة خدمات وطنية تبعث على الاستقرار والرفاهية للشعب، كما بحث الحماية القومية والدستورية للكرد في العراق، واتفقا على وحدة الخطاب والموقف. في المقابل أكد القيادي في الإطار التنسيقي رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني على مواصلة التفاهمات السياسية بغية الإسراع بتشكيل الحكومة المرتقبة. وشدد الطرفان على ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول إلى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية، فيما بحثا آخر مستجدات الوضع السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة. في السياق، بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم التحديات التي تواجه العملية السياسية، وشدد خلال اللقاء على ضرورة إيجاد الحلول السياسية لتجاوز العقبات وتلبية متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد، لافتين الانتباه إلى أن الوضع الراهن بحاجة إلى التقارب للتباعد للوصول إلى حلول سياسية بعيدة عن التوترات. دعت وزارة الخارجية الأمريكية الأطراف السياسية في العراق إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف في التظاهرات، فيما أبدت استعداد واشنطن للعمل مع أي حكومة عراقية تضع سيادة بلادها ومصالح شعبها بصميم أجندتها. فيما يتعلق بمسألة الاحتجاجات سواء كانت في العراق أو أي مكان آخر، نعتقد أن المظاهرات العامة هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، ولكن لا يجب أن يكون فيها مكان للعنف سواء من جانب القوات الأمنية أو من جانب المتظاهرين. أبدينا استعدادنا للعمل مع أي حكومة عراقية تضع سيادة بلادها ومصالح شعبها بصميم أجندتها. للمزيد ينضم معنا الباحث في الشأن العراقي الدكتور مهند الجنابي. مرحبا بك دكتور. في ظل التصعيد الحاصل بين الصدر والإطار، ما إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب غدا؟
السلام عليكم أستاذ محمد، تحيات لجنابك الكريم وللأخت سؤدد وللسادة المشاهدين. طبعا رغم عدم إعلان رئاسة مجلس النواب عن وجود جلسة يوم غد، لكن مع ذلك الصدريون مستعدون يعني ونزلوا من الآن إلى الشارع لعدم عقد الجلسة. بصراحة في ظل الوضع الحالي وفي ظل ما حصل من اقتحام المنطقة الخضراء، أتصور أو أشك بإمكانية عقد جلسة لا الآن ولا ربما في الأسابيع القليلة المقبلة. إذا عدنا إلى العلاقة بين الجانبين، أتصور بأنه التيار والإطار وصلا إلى مرحلة المواجهة والاصطفاف. كثير من المبادرات، كثير من الرسائل التي وجهت من قبل السيد مقتدى صدر قبل الانسحاب وبعد أو قبل الاستقالة وبعدها لم تلقى أذنا صاغية لدى الإطار التنسيقي، وبالتالي أعتقد بأنه التيار الصدري الآن انتقل إلى آليات جديدة في مواجهة الإطار التنسيقي. هذه الآليات تترجم على أنه الإطار الذي عطل جهود الكتلة الصدرية وحلفائها بانتخاب رئيس الجمهورية يوم 7 شباط و26 آذار يجب أن يعني يمر الإطار التنسيقي أو يواجه نفس ما قام به، ولكن بفرق أنه آنذاك كان التعطيل بكسر النصاب، الآن التعطيل هو باقتحام مبنى البرلمان من قبل التيار الصدري. أتصور بأنه القرار قد صدر على مستوى القيادات في التيار الصدري بمنع إقامة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. طيب، طالما أن التيار الصدري قد انسحب من هذه الحكومة ومن البرلمان، ما الذي يريده الصدر من إعاقة تشكيل الحكومة؟ يعني أعتقد أنه الرسائل كانت واضحة، ربما يعني رسالة صلاة الجمعة الموحدة يوم 15 تموز الجاري، والرسالة التي يعني دخل بها متظاهرو التيار الصدري إلى الخضراء بأن هنالك مواصفات يجب أن تشكل بها الحكومة. هذه المواصفات لا يمكن أن تنطبق على إمكانية أو على جهود الإطار التنسيقي بتشكيلها، من بينها على سبيل المثال الشروط التي طرحت من قبل التيار الصدري: محاسبة الفاسدين، التوجه إلى برنامج حكومي حقيقي يعالج المشاكل الحقيقية في البلد، ومن 10 نقاط ذكرت في ذلك الوقت 7 منها هي عبارة عن شروط فضلا عن الشروط السابقة. أتصور بأنه اليوم الكتلة الصدرية تحاول أن تصفر المعادلة، أي بمعنى إما الذهاب إلى سيناريو إعادة الوزن النيابي للكتلة الصدرية، وعندما يتحدث الصدريون عن مواجهة القضاء وتحميل القضاء مسؤولية التسريبات ومسؤولية الأزمة السياسية، فهم يقصدون قضية الثلث المعطل أو قضية نصاب الثلثين، وبالتالي أتصور بأن التيار الصدري يحاول أن يدفع القضاء إلى العدول عن قرارات سابقة. فضلا عن ذلك، عودة الوزن للكتلة الصدرية وعودة النواب، صحيح ليست هنالك مسوغات أو يعني لنقل سند قانوني أو دستوري يعاد من خلال نواب الكتلة الصدرية المستقيلون، لكن أتصور بأنه الكتلة الصدرية تحاول أن تزيح العقبات التي وضعت في طريقها أو عدم تشكيل حكومة من قبل إطار تنسيقي إلا بمعالجة حقيقية. هذه المعالجة بتقديري أنها إصلاحات حقيقية في النظام السياسي وفي طبيعة النظام السياسي، ورسم خارطة انتقالية للعراق خلال عام أو عامين تجرى فيها تعديلات دستورية، ويجرى فيها الكثير من الأمور التي تأجلت والتي أوصلت الدولة إلى ما وصلت إليه من حالة اختناق. طيب، يعني على حافة الهاوية أتصور بأنه المشهد الآن في بغداد. دكتور مهند، إلى الآن موقف القوى المستقلة غير واضح، خاصة بعد اشتداد لهجة التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. ما هي الخيارات التي يمتلكها المستقلون ربما للتخفيف من هذه الأزمة أو ربما للخروج بأقل ضرر؟ أعتقد بأنه المستقلين لديهم طريق واحد فقط، وهو إذا ما صدر قرار من قبل بعض القوى السياسية بتشكيل ثلث معطل وفرض إرادة على الإطار التنسيقي يعني بالاستجابة لشروط الصدر، أتصور بأنه فريق المستقلين، وربما لا نتحدث عن كل من يقول هو مستقل، نتحدث هنا عن تحالف من أجل الشعب الذي استقل سياسيا عن تحالف إنقاذ وطن أو الإطار التنسيقي. بالتالي أتصور بأنه بقية النواب المستقلون أو الفائزون بالقائمة الفردية هم انخرطوا ضمن الإطار التنسيقي وقاطعوا جلسات
انتخاب رئيس الجمهورية السابقة، وكان موقفهم واضح مع الإطار التنسيقي واصطفوا إلى جانب الإطار، واليوم هم يعني يعبرون عن رؤية الإطار ويتحدث الإطار عن أنه كتلة أكبر بربما أغلبية مطلقة إذا ما يعني أخذنا بالحسبان المستقلين الذين انضموا إلى الإطار. بالتالي لا أتصور أنه في ظل هكذا صراع سياسي ووضع سياسي معقد للغاية، القوى الراسخة والقوى التقليدية غير قادرة على الخروج من هذه الأزمة وإنهاء حالة الاصطفاف. فما بالنا إذا كنا نتحدث عن قوى دخلت للمرة الأولى للبرلمان. أتصور بأنه الإطار يتحمل مسؤولية ما يحصل، وعدم استجابته وتحدثه بنبرة متعالية يعني في بيانه على الدخول الصدريين إلى المنطقة الخضراء وما يحصل هذا اليوم، أتصور بأنه الإطار لا يريد أن يستجيب وهو يدفع باتجاه التصعيد، وليست الكتلة الصدرية التي أعلنت طريقها بأنها بدأت تتحرك من الشارع وليس من داخل مؤسسات النظام السياسي. طيب، ما إمكانية أن يقنع الإطار قادة البارتي وكذلك السيادة من أجل تشكيل الحكومة؟ لم نلحظ في الفترة السابقة أي تقدم بهذا الموضوع. طبعا المفارقة أستاذ محمد، يعني إذا نتحدث عن تشكيل الإطار لجنة تفاوضية، هذه اللجنة الثانية يوم 30 حزيران الماضي شكل الإطار ثلاثة لجان، لجنة للبرنامج الحكومي ولجنة لصياغة استراتيجية الدولة واللجنة الثالثة هي للتفاوض. فماذا قامت به وما هي مخرجات لجنة التفاوض السابقة لكي يشكل الإطار لجنة جديدة؟ أتصور بأنه الإطار غير قادر على إدراك واستيعاب شروط تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني. هنالك تنسيق عالي المستوى، أتصور بأنه تحالف إنقاذ وطن لا يزال قائم حتى الآن. الرسالة التي صدرت يوم أمس من رئيس تحالف السيادة والشروط التي تحدث عنها، أتصور بأنها استحقاقات دستورية واستحقاقات انتخابية، وليس للإطار أن يعني يقدم تنازلات في هذا الصدد. على سبيل المثال يعني قضية جرف الصخر التي يتبناها تحالف السيادة، هل ستعاد هذه الناحية إلى أهلها ويخرج أو تخرج الفصائل المسلحة منها؟ والقرار هنا لدى الإطار التنسيقي. إذن أتصور بأنه أيضا في مضمون الرسالة تحدث السيد الخنجر عن نية وإظهار النية الحقيقية لحل الأزمات، بالتالي أتصور بأنه هنالك حالة من انعدام الثقة ما بين السيادة والبارتي من جهة، بقوى الإطار التنسيقي التي لم تثبت حسن نيتها لكل الأطراف السياسية وليس فقط إلى الكتلة الصدرية. إذن أتصور بأنه الإطار عاجز أن ينظم العلاقة فيما بينه، وأيضا سيعجز عن الانفتاح على قوى سياسية والاستجابة لشروطهم لكي يذهبوا باتجاه تشكيل الحكومة ويسهلوا عملية تشكيل الحكومة. الدكتور مهند الجنابي، الباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. أعلن في مدينة الموصل عن نص وثيقة العقد الديني لممثلي المرجعيات الإسلامية لتحريم الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين في محافظة نينوى. جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته منظمة مسارات السلام بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بحضور رجال دين من شتى طوائف العراق ومحافظاته، بالإضافة إلى حضور قيادات أمنية رفيعة، فيما أكد الحضور أن غاية المؤتمر هي دعم سيادة القانون وتحقيق الاستقرار والتعايش في نينوى وباقي المحافظات. حقيقة اليوم اجتمعنا لنعلن العالم أجمع أن أهل العراق والموصولين بصورة خاصة، وأما بالنسبة للإسلام ما ألصق به من تهم زورا وبهتانا من عمليات التعدي والسبي واغتصاب النساء الإيزيديات، الإسلام منه براء، لا يموت هذا العمل الذي قام به عصابات داعش إجرامية إلى الإسلام بصلة. بحمد الله نحن هنا جئنا وفي ورش العمل التقينا بكثير من المشايخ، بكثير من الإخوة في الشارع الموصلي، وجدنا بأن المجتمع لا زال متماسك، لا زال يحمل ذلك التاريخ العريق وقادر على أن يعالج هذه الجراح وقادر على أن ينهض من جديد هذا المجتمع. تناقش الأمور عن كسب وبالأهمية والأولويات المطلوبة بحيث أنها تساعد في رأب الصدع بين قطاعات المجتمع المختلفة، سواء كان هذه القطاعات عرقية أو قطاعات دينية أو قطاعات سياسية. جئنا من الأنبار الحبيبة إلى موصل الحدباء لنعلن في هذا البيان المشترك بأننا قلبا واحدا مع إخوتنا المكونات جميعا من الأخوة
المسلمين والأخوة الأزيد والأخوة الصابئة والأخوة كذلك المسيحيين في سهل نينوى وغيرها من المناطق فيها، وكذلك الكاكاين والشبك وكل المكونات المتواجدة في هذا البلد العربي. بعد تزايد حالات السرقة لحقائب وهواتف النساء بواسطة عصابات تستخدم الدراجات النارية، ترتفع المطالب الشعبية بضرورة القضاء على تلك الظاهرة، ومن ضمنها ضرورة تسجيل الدراجات النارية في دائرة المرور حتى يسهل رصدها والوصول إليها في حال وقوع الجريمة. ما هي إلا ثواني وتجد هاتفك المحمول أو حقيبة يدك مسروقة وبيد شخص آخر يجلس بالمقعد الثاني في دراجة نارية. هكذا تتحدث حواء، إحدى النساء التي تعرضن لسرقة الهاتف المحمول في الشارع رغم محاولتها أن تقاوم، لكنها تلقت ضربة كادت تفقدها عينها اليسرى. أنا ما مستخدم الجهاز الهاتف بالشارع نهائي، لكن كان ذاك اليوم ظرف طارئ. اتفاجأتني بالبداية، حسبالي مزح من أحد اللي أعرفهم، لكن بعدين من ظلي إليه أثناء التفات مالتي ما أشوف إلا أجتني ضربة قاسية. طبعاً لحد الآن هاي العظمة هنا، وظل وجهي مرن تقريباً 14 يوم. قصة أخرى يقصها طارق، بعد أن تعرضت والدته بعمر 73 عاماً إلى سرقة حقيبتها من قبل أشخاص يستغلون دراجة نارية، وكانت الحقيبة تحتوي على راتبها وهاتفين محمولين، مستنكراً هذه الأفعال الدنيئة ومشيداً بقرار الحكومة المحلية القائم على تسجيل الدراجات النارية للحد من هذه الظاهرة. تعرضت والدتي امرأة عمرها 73 سنة إلى محاولة تسليب، وتم تنفيذ المحاولة، وخلال هذه المحاولة كان تعرضت للضرب المبرح وأخذ راتبها وتليفوناتها اثنينهن. لكن اليوم استذكرنا هذا الموضوع لما شاهدنا الآن هنالك جهد بتسجيل هذه المعدات وإنهاء حالة الفوضى بالشارع. الحكومة المحلية من جانبها أكدت أنه لا عذر بعد اليوم بأن أسعار تسجيل الدراجات يثقل كاهل المواطن، لا سيما بعد استحصال الموافقات من مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم إلى مبالغ بسيطة، مبينا أن حركة وسائل النقل هذه يجب أن تكون مسجلة في دائرة المرور، لا سيما بعد الجرائم التي ترتكب بين يوم وآخر. سابقا كانوا يحججون أنه أسعار التسجيل غالية، بعد أنه تدخلنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم واتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء بتخفيض هذه الرسوم، أولا أمنيا يجب حتى نعرف من أصحاب هذه المركبات ومواقعهم وحركتها. بصورة عامة يوجد استقرار نسبي في محافظة البصرة، هذا لا ينفي حدوث حالات من هنا وهناك، من ضمنها ما ذكرت موضوع الدراجات النارية وغيرها. ربما تكون أنت أو من تحب يمشي في هذا الشارع ويخطف هاتفه المحمول أو حقيبة يده في لمحة بصر، وعندما تحاول اللحاق بهم لن تستطيع الحصول على شيء، فلا يوجد أرقام للدراجات النارية. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة. لم تسجل المناطق الواقعة إلى الجنوب الغربي من كركوك أي خروقات أمنية تذكر طيلة الشهرين الماضيين. أكثر من 80% وصلت نسبة انخفاض الهجمات الإرهابية في المناطق التي تعتبر ساخنة في الأطراف قياسا بمركز المدينة المستقر. عمليات نوعية وتعاون لأبناء العشائر أسهم في عودة النازحين إلى قراهم. بنسبة 80% انخفضت وتيرة الهجمات الإرهابية في مناطق الجنوب الغربي من كركوك. قرابة 60 يوما لم تسجل فيها مناطق الأطراف أي خرق أمني يذكر. قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة أوجزت المشهد الأمني بعبارة الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة. وضع الأمن حاليا مستقر جدا، وإحنا ما تشوفون أي حوادث، ماكو صار 60 يوم أي حادث ما عدا الأبراج، وهي المستهدفة لأنهم من العام نفس الاستهداف. وأما كحادث إرهابية ماكو، الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة. وانتم تلاحظون
صار 58 يوم ماكو أي حد إرهابي في قطر مسؤولية. حالة من الانسجام وعودة الثقة يعيشها المواطن رفقة القوات الأمنية أسهمت في عودة ما نسبته 90% من نازحي الداخل، استقرار لم يسبق أن شهدته المدينة طيلة السنوات الماضية. الحياة آمنة مستقرة ويلمسها المواطن من خلال حركته حتى ساعات الفجر بشكل يومي. ليس الحركة فقط في داخل مدينة كركوك، الحركة على مدار الساعة بالطرق الخارجية التي كانت تنتهي بساعات الليل الأولى. اليوم قواتنا الأمنية بعد نجاح خطة الانفتاح في عدة محاور وانتشار القطعات العسكرية والقيادة والإدارة الناجحة لقيادة المقر المتقدم الفريق ركن علي الفريجي، متابعة الميدانية لكل صغيرة وكبيرة. تعزيز الجهد الاستخباري كان نقطة التحول الفاصلة في المشهد الأمني برمته، والذي تحقق بعودة النازحين إلى قراهم، يضاف له صوت العشائر الذي بات يسمع صداه أكثر من أي وقت مضى. نلاحظ استقرار هذه المناطق جاء من خلال التنسيق التام بين قواتنا الأمنية وكذلك دور العشائر والمواطن. هنا نستطيع أن نقول بأن الحد الفاصل في استقرار هذه المناطق هو تعزيز دور العشائر وثقة المواطن بقواتنا الأمنية، حيث هناك المعلومة تصل إلى قواتنا الأمنية التي تعمل من خلال الجهد الاستخباري إلى ضرب أوكار داعش في هذه المناطق. الأمر الذي انعكس عليه هو استقرار تام وعودة الحياة إلى هذه المناطق التي تشهد الآن حركة دؤوبة من حيث الإعمار، حركة الإعمار. تضييق الخناق على الفلول المتبقية بدا واضحا، انحسار خطورة الاستهدافات في مناطق محددة تتبع ناحية الرياض لم تعد ساخنة كما كانت. من كركوك عبد الله العامري، قناة الفلوجة. أكثر من عام على نفاذ أدوية الصرع من مستشفيات محافظة ديالى، ما أدى إلى تفاقم حالات أغلب الأطفال المصابين بذلك المرض، خاصة أطفال العائلات الفقيرة التي لا تستطيع توفير العلاج من خارج المشفى. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. على أسرة المرض يصارعون من أجل البقاء، هذا هو حال الأطفال الذين يعانون من الصرع في مستشفيات ديالى، واقع يدمي القلب ويدمع العين بعد أن تسمع أنينهم في غياب العلاج المخصص لهم في أغلب المراكز الاستشارية. انتظار يدوم لعدة أشهر، لأن أهم دواء لهذا المرض لم يوفر لغاية الآن، مما يضطر الأهالي للاعتماد على الصيدليات الأهلية التي تكلف مراجعتها مبالغ طائلة. كنت اراجع الاستشاريه مع المستشفى البتول، العلاج كنت استلمه منك من الاستشاريه، كل شهر ينطوني 3 قطع لو 4 قطع اثنيناتهم، صار سنه ونص سنتين مقطوع العلاج. دائرة صحة ديالى ألقت باللوم على العيادات الشعبية المسؤولة عن تجهيز مرضى الأمراض المزمنة ومنها الصرع، في وقت تفتقد أغلب المراكز الصحية بعموم المحافظة لهذه الأدوية نتيجة عدم توفر أطباء اختصاص واكتفاء دوائر الصحة بالاستشاريات داخل مراكز الأقضية لتوفير نسبة بسيطة منها. بالنسبة للدفاتر الأمراض المزمنة هذا موضوع لا يخص دائرة صحة ديالى، وإنما يخص العيادات الشعبية. أما العلاجات اللي خاصة بالصرع فهي متوفرة بالاستشاريات داخل المستشفيات، لكون الاستشارية بها أطباء اختصاص، لذلك كل العلاجات موجودة عندنا داخل الاستشاريات. مديرية العيادات الطبية الشعبية في المحافظة والجهة المسؤولة عن توفير العلاج للمرضى أكدت على أن التجهيز من قبل الوزارة حصران ولا يسمح للتعاقد مع شركات لتوفير العلاج. لا، الحقيقة ما عندنا احنا مشتريات، لأنهم مخولين بهذا، دائرة العيادات الشعبية هي المخولة بهذا الموضوع، يعني احنا كدائرة ما مخولين، قسم تتوفر وقسم ما تتوفر يعني. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.
خلافات سياسية وصراعات على المغانم ما زالت تؤخر افتتاح مستشفى تكريت التعليمين منذ عام ونصف العام، وسط استغراب بشأن عدم تجهيزها وافتتاحها بعد إعادة ترميمها بجهود المنظمات الدولية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. وإذا مرضت فهو يشفيني، هذا حال مرضى صلاح الدين يطلبون الشفاء من الله أفضل من أن يطلبوه من مستشفياتهم الصحية التي باتت في تراجع مستمر. مستشفى تكريت التعليمي أحد أكبر وأهم المستشفيات في صلاح الدين سابقا، أما اليوم المواطن بانتظار الفرج من المسؤولين بإعادة افتتاحها بعد أن أعادت إعمارها إحدى المنظمات الدولية بكلفة 35 مليون دولار وبمواصفات عالمية عسى أن تعيد جزءا يسيرا من الواقع الصحي. لا يوجد واقع صحي في محافظة صلاح الدين، لأنه المستشفيات متهالكة منذ السبعينات، وهذه المستشفى اللي هي خلفنا الآن تأذت بدخول داعش وانشأتها إعادة إعمارها أحد المنظمات اليو إن بكلفة أكثر من 35 مليون دولار، ولكن للأسف إلى الآن لا توجد إرادة في المحافظة بافتتاح هذه المستشفى حتى تخفف الضغط الكبير الذي يعانيه المواطن في صلاح الدين. خلافات سياسية وصراعات على المغانم بمن يظفر بحفنة دولارات من ورائها، سنة ونصف على اكتمال هذه المستشفى واستغراب حول عدم تجهيزها وافتتاحها، فالمنظمة الدولية أدت ما عليها من إعادة ترميم، وبقي الدور الأكبر على الجهة المعنية في إعادة الروح لهذا الصرح الطبي. حقيقة أن اليوم الصراعات السياسية هي يعني تعود إلى الشارع مرة أخرى. اليوم هذه المستشفى اكتملت ولحد هذه اللحظة هي لم تفتتح. لذلك أنا أعتقد شخصيا أن الصراعات السياسية والمكاسب على هذه المستشفى هي من تعود إلى عدم افتتاحها. 400 سرير قدرة استيعاب هذه المستشفى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية الأخرى التي ربما تكون سبباً في إنقاذ حياة الأبرياء، فالتدهور الصحي والتراجع الخطير يهدد حياة أبناء المحافظة، وهذا الصرح أحد طرق النجاة لهم. من صلاح الدين بركة العان، قناة الفلوجة. نصبت الكوادر الهندسية والفنية التابعة لأمانة بغداد محطة كهربائية متنقلة ضمن منطقة الأعظمية لتخفيف الأحمال الزائدة وحل مشكلات الكهرباء في المنطقة. وأشرفت النائب عن تحالف السيادة عائشة المساري ميدانيا على أعمال نصب المحطة الكهربائية المتنقلة، وتقدمت المساري بالشكر لكل من أمين بغداد عمار موسى ومدير شركة توزيع كهرباء بغداد حسين عطا ومدير كهرباء بغداد الشمالي مصطفى خوام. بدورها أوضحت النائب عن تحالف السيادة عائشة المساري أن نصب تلك المحطة الكهربائية تم بعد استحصال الموافقات الرسمية من أمانة بغداد، لافتة الانتباه إلى أنها ستسهم في تخفيف العبء الحاصل على المنظومة الوطنية ورفع ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء الوطنية. هذه المحطة اللي اليوم اللي نصبت تعتبر مهمة جدا لأهالي الأعظمية باعتبار تفك اختناق كبير جدا من ناحية الكهرباء. تدري أنه منطقة الأعظمية قضاءها ككل هي تعاني من ضعف الكهرباء بسبب أنه عدم وجود مغذيات وعدم وجود محطة. هذه المحطة حتحل مشاكل كثيرة إن شاء الله. طبعا أهالي الأعظمية هم أهلنا إن شاء الله، وباعتباري ممثلة عن قضاء الأعظمية وهذه القضاء يعتبر مهم جدا، هم إن شاء الله يعني حتكون هناك خدمات كثيرة جدا تخص هذا القضاء، وأيضا تخص الدائرة السادسة بالذات إن شاء الله. حاليا إنه إحنا بسبب إنه يعني المحولات اللي ننصبها بقضاء الأعظمية ما يوافقون عليها يعني مديرية الكهرباء باعتبار إنه المحطة ما تتحمل. هذه المحطة اللي حنخليها حتزيد عدد المحطات المحولات اللي موجودة، إضافة إلى ذلك إنه ساعات التجهيز حتكون كبيرة جدا. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. من الخلاني الحكيم يدعو القوى السياسية لتجاوز التقاطعات وفتح صفحة جديدة ويحذر من الفتنة.
وفد الإطار يقص شريط تفاهمات تشكيل الحكومة ويخاطب الكرد. وحدوا الموقف بشأن رئيس الجمهورية. تظاهرات السبت ترفع درجات التأهب لسرايا السلام، وعمليات بغداد تستنفر في الخضراء تحسباً لأي طارئ. صرخة إنسانية من ديالى، أطفال مرض الصرع يشكون واقعاً يدمي القلب بسبب انعدام العلاجات. يستقلون الدراجات ويتنقلون فرادى، عصابات سرقة الحقائب والهواتف تستفحل بالبصرة، والأمن يتوعد. الفلو جدة تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، دمتم بعافية.